كابتن تامر، هل يعتبر فريق غزل المحله منصفه مع فريق الاتحاد هو الحصان الاسود حتى الان في الدوري المصري الممتاز، ناهيك عن الاهلي والزمالك هم دائما وابدا هم عندهم شخصيه البطل يعني؟ يعني تنقيت الفرقتين اللي هم ما كانش متوقع ان هيبتدوا الموسم بالصوره دي. يعني الاتحاد كان متوقع ان عمل تدعيمات قويه فبرضه، بس بدايه موسم مع اسوان، في اسوان في المباراه الاولى للدوري اعتقد انها كان بدايه ممتازه ان هو يقدروا يخطفوا الماتش في اخر خمس دقائق. يعني لو بصينا اتفرجنا على الماتش هتلاقي ان اسطر موتو جاب الجون في الدقيقه 85، كان يعني كانت المباراه اقرب ليها للتعادل. فالاتحاد بالتدعيمات زي ما كابتن ابو جريشه قال، كابتن محمد عمر فرق معاهم جدا، هو اللي نهى الموسم وقدر مع المدير الفني زوران ان هو يختار اللاعبين اللي هو محتاجهم بجد. لو بصينا على تشكيل الاتحاد، لا يعني انا اتفرجت على، كنت بحلل ماتش الاتحاد والداخليه، الاتحاد بقى فريق مختلف تماما، رغم انه بيلعب 4-3-3 ولكن كل لعيب محطوط في مكانه صح. شفنا صبر رحيل ازاي بيتقدم بصوره كبيره، حاطط له 3 هاف ديفندرز ان هم يقدروا يغطوا الثغره اللي هتبقى مكان صبر رحيل لما يتقدم. فانا شايف ان الاتحاد بدايه ممتازه، بيحاولها ل 4-4-2 في اخر، بيحاولها 4-4-2 طبعا. بالنسبه لغزل المحله، لا موقفه كان مختلف تماما. بدايه موسم مع مدير فني جديد، انت بتتكلم في سنه ونص تامر مغاريخ 5 أو 6 مدربين. لو بصينا كابتن خالد عيد جه بعديه، عوده جه بعديه، عبد الحميد بسيوني جه بعده، مصطفى عبده دلوقتي بابا فاسيليو، فالعدد ده كبير قوي على نفس اللاعبين. وكمان ابو جريش اشار حاجه برضو ان المحله عنده لعيبه كتيره قوي كانت في التشكيله الاساسيه السنه اللي فاتت مش موجودين. فتح الله راح، اعتقد فتح الله راح فين؟ محمد فتح الله في الجيش اعتقد، الجيش. هشام عادل راح فيوتشر، يحيى حامد اعتقد راح ام بي. يعني لاعبين كانوا لاعبين اساسيين. والتدعيمات لو بصينا هتلاقي التدعيمات جايب 2 بس اللي بيلعبوا اساسيين من التدعيمات، محمد جابر وصالح ريكو. صحيح. فهو نفس التشكيل لاعبين. ميزه المحله ان هو عنده بيعرف يستفيد من الماتشات اللي على ارضه. يعني ملعب المحله لا يزال من زمان، يعني يمكن جيمي عارف وابو جريش عارفين ان هو طول عمره مرعب لاي فرقه، حتى الاهلي والزمالك بتروح ان انت تطلع منه بنقطه، دي بتبقى نتيجه ساعات جيده. صحيح. وشفنا ان السنتين اللي فاتوا حتى المحله في اسوء حالتها قدروا يكسبوا من سنتين الاهلي ويكسبوا الزمالك. السنه اللي فاتت الاهلي كسب المحله في المحله في اخر ثانيه بجون علي معلول. فبيواجهوا الفرق الكبيره بتواجه صعوبه، في المحله وراه جمهور بيعرف يسنده، بيعرف يستفيد من ارضه، بيعرف يجمع لو قدر يتعادل. هو بيخسر في معظم الماتشات اللي بره، ولكن في معظم الماتشات اللي جوه بيقدر يحقق 3 نقاط، فعشان كده هتلاقيه على طول وضعه افضل من الفرق التانية. كابتن جمال، اسوان